تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة من أخيه سمو الأمير المهتدي بالله البلقية ولي عهد سلطنة بروناي دار السلام أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله سائلا المولى عز وجل يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته